البارك سيربرال والبنتوريوم سيربرال وخدنا الساينس اللي ريتد لكل واحد فيهم وهناخد بقيه الساينس. انا عندي في اوكسيبتال جروب ده هي في جروب هذا جروب من ترانسفير ساينس في عندي الرايت ترانسفير ساينس والليفت ترانسفير ساينس وزي ما انتم عارفين الجروب سيبتا ساينس ده هي بتنتهي يا اما بتعمل الرايت ترانسفير ساينس يا اما بتعمل الليفت ترانسفير ساينس وايه الستريت ساينس اللي هي على البين بتاعه الفارس بتعمل الليفت ترانسفير ساينس او الرايت ترانسفير ساينس. فكره جدا في المونتاج المهم ترانسفير ساينس ده هي بتجد اتنتين السيستر بالتوبلم وتنتهي باي فورمينج سيجمويد ساينس. كلها بروف واضح جدا. وبتلاقي هذه السيجمويد ساينس في الموست بوستيريو بارت اوف ذا جاجولار كرانيوم باي فورمينج ذا انترنال جاجولار بين. هذه ترانسفير ساينس في نهايتها بتدرين ذا سوبيريور بترولر ساينس. في بعض الروس يقول لك سوبر بلو سام بتصب في السجمون سام ايه ده اللي حصل؟ فكره جدا جدا بس سوبر بلو سام ده هي اذا انتهي في الترانسفير سايكل. لكن الانفير بلو سام ده هي في الباسس انسايد ذا جاجلر فان اند تو اند كرينيال كابتي انتو ذا انترنال جاجلر فين. بس ده انفيريور بلو سام سوبيريور بلو سام. السجمون ساينس ده هي لو انا شفت هلاقي الاير الميدل اير كده اهو و بوستيرو للميدل اير هلاقي الانترا والماستويد اير سيل اللي موجوده في الماستويد بروسيس الانترا هناخدها في الميدل اير والماستويد اير سيل ورا الانترا ده هو بلاقي السجمون ساينس. الموي ساينس ده اطلايز بوستيريور تو ذا انترا والماستويد اير سيلز ودول بوستيريور تو ذا ميدل اير. انا كنت بناخد الميدل اير عشان كده الفيكشن من الميدل اير او الفيكشن من الانترا دوت كان بترانسميتد للسيجمويد ساينس وتعمل لي سيجمويد ساينس ترومبوزس. Also, لو انا شفت الفيز بتاعي كده اهو هبص الاقي الودن كده اهو في البوستيرو لوكلر فين هذا البوستيرو لوكلر فين كوميونيكيت مع السيجمويد ساينس اللي هي ورا الماستويد اير سيلز عن طريق الميشري فين عشان كده انفكشن اوف ذا سكال بيهايند ذا اير كان بترانسميتد تو ذا سيجمويد ساينس ويعمل لي ايضا سيجمويد ساينس ثرومبوزس. في اثنين مشهورين للثرومبوزس السيجمويد ساينس ثرومبوزس و السوبيريور سيبتال ساينس عشان السوبيريور سيبتال ساينس ده هي اتكوميونيكيت مع السكالب فين عن طريق الميشري فين فاي انفكشن في السكالب كان بترانسميتد تو ذا سوبيريور سيبتال ساينس وتعمل لي سوبيريور سيبتال ساينس ثرومبوزس. دول الاثنين ساينس المشهورين غير طبعا كافيرنا ساينس اكتر واحده فيهم. طيب نيجي للكافيرنا ساينس. هذه الكافيرنا ساينس مش هناخد منها كتير بصراحه. كافيرنا ساينس دي ساينس وانتوا عارفين الدولار ساينس كاركترستيك ليها ايه؟ فايبرس نو مسلز نو باد. شاطرة كنت امبارح شاطرة راحة قوية طيب
sinus, D sinus, موجودة on both sides of the sphenoid body. تبدأ من السوبر اوف ذا فيشر تهوت لغاية الابس اوف ذا فيترس بارت اوف ذا تمبرال بول. لو انا خدت سيكشن كده اهوت كورونا سيكشن هلاقي السفنويد بودي اهو وادي السله ديسكا وادي السفنويد بودي اهي والسفنويد اير ساينس اهي والكافيرنا ساينس موجوده اون بوث سايدز هنا اهو. وادي الدايفراج ماسيلي الكافيرنا ساينس ميديا لهذه الكافيرنا ساينس بلاقي السله كاسكا وفيها مين؟ وبلاقي فيها البودي بتاع السفنويد بوم. ده ميديا لهذه الساينس. انفيريور لهذه الساينس بلاقي البودي بتاع السفنويد بون ومعاه السفنويد اير ساينس. لاترال مش معنى انكس بتاعت الدمبرال لوك مش من الاستريش معنى كده بصراحه مش عايز اديك الكعب. انا عايز اخد الميديا ده وبس والانفيرو بتاعها ده وبس. ده اللي ايه؟ الكونتنت بتاعتها ببص الاقي جواها في انتين ستراكشر الانترنال كاروتيد ارتري موجود وسراوندد باي ذا بيكسس اوف سمباثيك نيرف اللي رايحه للاي. وبعدين السكس كرينيال نيرف بوستو لاترال دي في اللاترال وول ده هوت بلاقي كرينيال نيرف نمرة 3 بلاقي كرينيال نيرف نمرة 4 بلاقي الاوفسلمك بتاع 5 بلاقي المكزيلاري بتاع 5 دول موجودين في اللاترال وول بتاع الكافيرنا ساينس. كل النيرفات ده هي رايحه تسبلاي الاي عشان كده داخله هتدخل في السبيروتال فيشر عشان تروح للاي بول. 6 و4 3 هذه الكافيرنا ساينس ده تريبيوتريس ولها درينج يعني لها في فينز بيجوا فيها. الفينز اللي بيجوا فيها من قدام هنا اهوت بلاقي سنترال ريتمال فين. سنترال ريتمال فين طبعا اليمين دي هتروح لليمين والشمال سنترال ريتنال فين. وبعدين الانفيريور اوف سالمت فينز او اوف سالمت فينز وخلاص مش مهم. وبعدين تيجي من فوق السوبرفيشال ميدل سريبرال فين ومن تحت التركود بريكسس اوف فين الكلى وهي نفسها بالدرين للسوبيريور بتروزال ساينس والانفيريور بتروزال ساينس. يبقى دي التريبيوترز بتاعتها اللي هي الروافد سنترال ريتنال فين والاوفسالفي فينز سوبرفيشال ميدل سريبرال فين ده جيلها من اباف وجيلها من تحت تركويد بليكسس اوف فين اللي كانت حوالين اني مصل وبعدين سوبيريور والانفيريور بتروزال ساينس. ده البتروزال ساينس ده اللي الدرينج بتاعها ده درينج لكن دي تريبيوتكس كلها ما عدا الاثنين دول الدرينج ده بيدرين الكافيرنا ساينس. وزي ما انتم عارفين وخدتوا ان الكافيرنا ساينس ده هي از كونكتد وذ فينز اوف ذا فيس عن طريق انتوا خدتوها المثال ده صح؟ خدتوها ان الانتيريور فيشيال فين ادي الفيس اهو خدتوا الانتيريور فيشيال فين ده هو كوميونيكيت مع الاوفسالمي فين
والسلمك فيز اصلا راح الفيرنا السلمك بالدرين فيها اصلا، والانتير فيشال فين بيتصل بالدي فيشال فين اللي بيتصل بالتركوز بلكسس اوف فيز اللي بالدرين ايضا في مين؟ في الكافيرنا السلمك. ففي تو ويز ان الفيز بتاعت الفيس كوميونيكيت وذ ذيس كافيرنا السلمك، عشان كده انفكشن ان ذيس فيز الونج هذا الفين الفيشن كان بترانسميتد انتو ده كافيرنس ساينس وتعمل لي كافيرنس ساينس ثرومبوزس. خدناها ولا ما خدناهاش؟ ايوه ثرومبوز. وقلت لكم الفيس كده هو، وادي عين وادي عين وادي المناخير اهي، وقلت لكم التراينجل ده هو انكلودنج الابر ليب الميديال بار بتاع الاي كل النوز بارت اوف ذا تشيف الابر ليب كل ده سميناهم ذا دينجرس اريا اوف ذا فيس وعرفناه. واي انفكشن ان هو شود نوت بي مانيبيليتد، اي اكسس شود نوت بي مانيبيليتد اند شود بي ليفت اند تريتد كونسيرفيتد، عشان الانفكشن كان بترانسليتد فروم ذيس دينجرس اريا انتو كافيرنا ساينس وتعمل لي كافيرنا ساينس ثرومبوز. كافيرنا ساينس ثرومبوز از ا كاتاستروفي. كاتاستروفي يعني ايه؟ كاتاستروفي يعني ايه؟ مصيبة. مصيبة. مصيبة زي اللي انتوا بتعملوها. مصايب اللي انتوا بتعملوها. ودي مصيبة برضه. المصيبة ده هي بتأثر على نمرة ستة. نمرة ثلاثة، نمرة أربعة. عشان كده ممكن يحصل توتال اوف سالموبليجيا، الاقي المصر بتاعت الاي كلها حصل لها برانزا توتال اوف سالموبليجيا، لان كل النيرفات اللي بتغذي الاي موجوده في الكافيرنا ساينس ان كان بي سيفيرلي افكتد. ده الكافيرنا ساينس والكافيرنا ساينس والموس وداخله في المنهج بتاعنا حتى لو خدناه، يعني مش مجرد خدناها ما تجيش، لا تيجي ونص كل كلمه بقولها ممكن تيجي، خدناها ما خدناهاش ما تفرقش. تفرقش فقط عشان ما ايه؟ ما تقولوش لا ده احنا خدناها سنه فاتت مش تيجي السنه، لا تيجي. والثرومبوز بتاعت السيرمول ساينس دي راحت فين مثلا؟ والثرومبوز بتاع السوبر سيتال ساينس. وانت عارف ان كل الساينس اللي موجوده الديورال ساينس دي بتدرين انتو ذا انترنال جاكولار فين. فبتدرين البرين انتو ذا انترنال جاكولار فين. خدت الميديال برينجال ارت سان باجت؟ اللي هو الليسر بتروتا، صح جدع.
الليزر بتقدر يدخل فيها فروم الموبايل عشان يلف في الصب في الصب في الصب في اللوكينج جام. ايه تاني؟ هو المفروض كده انتوا عرفتوا الحاجات دي، لكن حد يعرف حاجه تانية؟ في ميشيل فينز يعني تبدو بنفسها تروح الكافيرنا ساينا داخله في الاكسسوار من انجا الارتري اللي يعتد من الجيز، فده ايه بس مش مهم كفايه انكم عرفتوا اثنين كويسين. الميدل من انجا الارتري ده برانش من الفيرست بار بتاع المجزيلري ارتري، وهذا المجزيلري ارتري وهو في الانفرا تمبرال فوسا. عارفين الانفرا تمبرال فوسا اللي هي المجزيلري ارتري از ديفايدد بي اللاترال تيبكويد ماسل الفيرست بار وسكند بار وثيرد بار. الفيرست بار هذا بيدي الميدل رينج ارتري، هذا الميدل رينج ارتري بيجي داخل الكلينر كابت عن طريق فورام سباينوزا بيجي ماشي لاترالي ويتفرع على انتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن، وهو داخل اصلا عشان يغذي المننجيز، وهو ماشي في الكرينيا كافتي ماشي ما بين التو لايرز اوف ذا دورا زي الساينسز ماشي ما بين الاندوستيال لاير وماشي ما بين الايه؟ الانترولير او المننجيال لاير، وفي دي انتيريور ديفيجن او بوستيريور برانش. هذا الميدل منينجيال ارتري از اكومبانيد باي ذا ميدل منينجيال فين. والميدل منينجيال فين ده اهوت نهايته في الانتر كافيرنس ساينس، ما بين الكافيرنس ساينس دي والكافيرنس ساينس دي في انتر كافيرنس ساينس. يما بينتهي فيها المهم نهايته يعني مش مهم، لكن في بين معاه هذا الميدل منينجيال ارت سبيشال الانتيريور ديفيجن بتاعه ده الجروفز البون عند منطقه الانتيريور قد انتيريور انفيريور انجل اوف البارايتال بون، فبيحصل بيحفر العظمة في منطقة التيل. هذا الانتيريور ديفيجن ده هو نهايته ريليتد للموتور اريا. انتوا عارفين السنترال سالكس والبري ايه؟ سنترال جايروس هو ريليتد لهذه البري سنترال جايروس اللي هي الموتور اريا. ده الانتيريور ديفيجن، لكن البوستيريور ديفيجن بيبقى ريليتد للاوديتوري اريا اللي هي موجوده في السوبيريور تمبرال جايروس اوديتوري اريا. ده الميدل منينجيال ارت. عشان كده لو واحد خد روما تو ذا سايد بول اوف ذا سكال or to the temporal area the brain will not move. عشان مين؟ عشان فالك سيربرال. فالبرين لما does not move معظم التروما هتقع على مين؟ على البون، بيحصل فراكشر لهذه البون temporal بون at the region of the tibium ويحصل انجري لمين؟ الانتيريور ديفيجن بتاع الميدل برينج ارت سبيشال ويديله الاكسترا ديورال هيمورج. هذا الاكسترا ديورال هيمورج ده هو بره الديورا بسببه الانتيريور ديفيجن اوف ذا ميدل برينج ارت اند فين، سببه تروما تو ذا سايد اوف ذا سكال
ليه بيحصل التروما بتأثر هنا وتخسر العظمة بسرعة؟ لأن البرين cannot move side to side movement. ليه؟ لأن لما مثلا الناس اللي غابوا امبارح لو جبت واحدة منهم واتخبطت على راسها البرين هيتحرك. البرين هيغمى عليه وبعد شوية تفوق وبعد شوية يغمى عليها تاني وبعد كده تموت. أول مرة يغمى عليها ده مفيش أي حاجة حصل. ده أنتوا عارفين إن البرين عبارة عن تو دينستيز. اللي بره سيلز واللي جوه فايبرز. عكس مين؟ عكس سبينال كورد. فالدنس بتاع الأوتر كورتكس بتاعت السيربرال كورتكس دنس لأنها فيها سيلز. وجوه في عبارة عن فايبرز فأقل دنستي. فلما أجي خبطها على راسها الاتنين هيتحركوا على بعض. هيحصل شيرينج موفمنت. لأن الاتنين has two different densities. فيتقطع الوصلة. أو يحصل شوك الوصلة ما بين السيلز وما بين الفايبرز. يحصل كوما. غيبوبة. وبيسموها كونكشن. كونكشن اللي هو ايه؟ ارتجاج. ارتجاج في المخ. ارتجاج في المخ is not serious. ولا حاجة خالص. كونكشن. دليل انا ضربتهم من بلعة 29. كونكشن. ارتجاج. لان ما حصلش حاجة. ده هما اتنين layers glide for each other. اتحركوا على بعض بس. فالوصلة منهم اتقطع. الكهرباء منهم اتقطع. بيحصل كوما. بعد هذه الكوما ديت لما ما حصلش نيرون ولا اي دم العيان يبدا يفوق ويبدا يصحصح لدرجه ان واحد يتخض يعني ايه خلاص اللي خف. وبعدين لو في هيمورش في البرين يبدا بقى يدخل في غيبوبه تاني. ودي التفاصيل بتاعت الاكسترا ديورال هيمورج بالظبط. الاقي العيان اول حاجه loss of consciousness اللي هي الكونكشن وبعدين lucid interval. lucid interval يعني فترة ايه؟ سكون. ابص العين فاق وبدا يصحصح يكلمني وكل حاجة. وبعد كده يزيد الهيموريج يدخل في حاجة اسمها compression. compression يعني الدم الزيادة هيجي ضاغط اكشوالي بقى على المخ ويبدا deterioration اللي هي loss of consciousness ويدخل في دي كوما ويمكن ما يطلعش منه. فدي الثلاث مراحل بتاعه الاكسترا ديورال هيموريج. ثلاثه كونكشن لوس اوف كونشسنس لوسيد انترفال ريجين از كونشسنس. بعد كده هي جراديوالي انتر انتو كومبريشن لوس اوف كونشسنس وديبنس لوس اوف كونشسنس وديب كوما ويمكن ما يطلعش منها خالص. لان هذا الاكسترا دورال هيمورج والكمبريس ذا برين. لما بيكمبريس ذا برين ويزود البريشر جوه الكرانيال كافيتي هيزق البرين عن طريق مين؟ الفورة بالماجنا. لان البرين اهو والفورة بالماجنا هو داخل فيه دولا وبنجادا وسبينال كورد. لما يجي زانه على السيربرال كورتك هيزقها هيزق الدولا جوه مين؟ الفورة بالماجنا. تيجي داخل الدولا في الفورة بالماجنا. حاجه اسمها كونينج. لما تدخل مدلة في فورة من المجنة المدلة فيها كل السنترز المهمة جدا. سباتو سنتر كارتو فانكرا سنتر كل السنترز المهمة فيه. فصدن امباكشن فيها صدن ديس. ولذلك هذا العين بتاع الاكسترا دورال هيموريج هو از ا سيريس كونديشن. فيري سيريس كونديشن. لو سبته هيموت. لو سبته هيموت. ومن ضمن علامات الكومبريشن في الانتيريور ابص الاقي الكومبريس اون ذا موتور اريا. ابص الاقي فيه لو هو خد على اليمين هنا اهو ابص الاقي دراعه الشمال ونص الشمال بدا ايه؟ الباور بتاعته تقل. مش باراليسيز هيبقى باريسيز. باريسيز يعني القوه بتاعته تضعف وتبدا ايه؟ تخر. لكن مش باراليسيز ليه؟ لان جاست
ده في الستيج بتاع الكومبريشن لغايه ما يحصل بلس لغايه ما يموت. لكن لو حصل انجري في هذا البوستيريور ديفيجن هيأفكت على مين؟ على الاديتنج على الهيرنج لانه بيأثر على الهيرنج سنتر بس مش هيليد تو لوس اوف هيرنج لان زي ما انتم عارفين وخدتوا ان الهيرنج از باي لاترالي ريبريزنتد اللي بيطلع من الاير دهيت بيروح للهيرنج سنتر هنا والهيرنج سنتر هنا واللي بيطلع من الاير دهيت بيروح للهيرنج سنتر هنا والهيرنج سنتر هنا. لو اتضرب الهيرنج سنتر هنا وماله ما هو بيوصل من هنا لهنا فاضل تاني فهبص الاقي مفيش لوس اوف هيرنج لكن في افكشن اوف هيرنج ديمينيوشن اوف هيرنج في الايه بوستيريور ديفيجن بتاع الميدل برينج لان ريتد الهيرنج سنتر اللي موجود في السوبيريور تيمبورال كايرس ده الميدل برينج ارتري وهو طالع منين رايح فين اكسترا ديورال هيمريس ديورال هيمريس فيري سيريس كونديشن فيري سيريس فيري سيريس فيري سيريس فيري سيريس ولكن it should be decompressed immediately as soon as possible. اعمل بير هول واللي يساعدني في البير هول ايه؟ وانا بفتح المشكلة انكم الواحد ما برضاش يزعل منكم عشان انتم شطار بصراحة شاطرين شاطرين فعلا يعني الواحد كل ما يجي اتخانق معاكم ما بيرضاش لانكم فعلا شاطرين بصراحه. طيب بس ما تبوش اللي على الغلابه بس مش تشطروا عليه. في ايام محاضره ثانيه هتلاقيكم كلكم قاعدين. انما بتوع الغلابه بس هم اللي بتهربوا منه. خلوكم مهربوا. هو فاضل اسبوعين ثلاثه. استحملوهم. خلاص طيب ده الاكسترا ديورال لكن السب ديورال هيماتوما او سب ديورال هيموريج كانت قصه ثانيه خالص كانت تروما تو ذا فرونت البرين هيتحرك انتو بوستيريور موفمنت يحصل شيرنج السوبيريور سيريبرال فينز هيتقطعوا يحصل سب ديورال هيموريج ده فينس السب ديورال هيماتوما بتكون ويكمبريز ذا فين عشان كده موست ات سيلف ليميتنج يا دوب الدم هيقف هيقف من نفسه. البيشنت هيجي له هيدك لكن there is no loss of consciousness. اكسبت لو حاجه اللي هي الاكيوت، الاكيوت دي مش كومن. ده السب ديورال هيماتوما. وده الاكسترا ديورال هيماتوما والدليل بتاعي عشان افتح على الهيماتوما ده هي اكسترا ديورال الزيجوماتيك ارش. منتظم الزيجوماتيك ارش 1 انش. فرانتو زيجوماتيك سوتشر 1 انش وبعدين 1 انش اند نص 1 انش اند نص لغايه ما اقدر افتح ومشرط. فاللاند مارك عندي الميدل اوف زيجوماتيك ارت اند فرانتو زيجوماتيك سوتشر ده اللاند مارك بتاعتي. عشان كده بوز ار امبورتنت في البير هول.
ادي الاي الاي بون اهي وادي الاي ليد اهي طبعا اللور اي ليد اهي بص الاي لو انا شفت عيني قد عيني اهي الاقي فيها ابر اي ليد ولور اي ليد ابر لور الابر اي ليد اكبر من اللور اي ليد السايز بتاعها الابر اي ليد مور موبايل عن اللور بص انا وانا بفتح عيني بفتح الابر اي ليد لكن اللور اي ليد بتتفتح بكميه صغيره فالابر ليد مور لارجر ام مور موبايل الفتحه اللي ما بين الاثنين ده اللي بيسموه البالبيبرال فيشر الفتحه اللي ما بين دي وما بين دي اسم بالبيبرال فيشر فتحه عند الابر ايه اي ليد اللور لو انا فتحت عيني وابص على ادي العين اهي الاقي هنا هو الكورنيا وادي هنا السكليرا الاقي الابر اي ليد جاست كفر الابر مارجن اوف ذا ابر اي ليد لكن اللور اي ليد جاست بلو المارجن اوف ذا لور اي ليد وذلك هبص الاقي الموست ابر بارت اوف ذا كورنيا is covered by the upper eyelid. ده normal. لو انا فتحت عيني وبصيت لقدام هبص الاقي ان ال upper eyelid normally covered the upper margin of the cornea. لكن lower eyelid just below الايه؟ lower eyelid. ولذلك لو انا فتحت عيني ولقيت كل الكورنيا واضحه والسكليره كمان حوالين العين داير اعرف ان المنظر ده مش نورمال ده اسمه ايه زي ما هتعرفوا اكسوسايز وبص العين بص العين الاقي السكريره البياض داير حوالين الكورنيا ده مش نورمال وذاك ان الست اللي عندها هايبرتيرديزم وعندها الاكسوسايز وهي بتبص ابص على البياض كله واضح اعرف ان ده لان بيحصل حاجه اسمها ليد لاج الابر اي ليد بتتاخر انها تغطي العين بتبص في العين لو انا شفت الليد نفسها بقى هبص لها من السيرش اللي انا خدته هلاقي لها تو باس متغطيه من بره بالسكين لكن متغطيه من جوه ان هو بالميوكاس ممبرين اسمه كونجنكتايفا كونجنكتايفا كده وتيجي جايه على العين لغايه الكورنوسكرا جنكشن وفي ناس بتقول لا ده بتمتد لغايه الكورنيا وبرده هنا هو كونجنكتايفا وتيجي ريفلكتد على العين لغايه الكورنوسكرا جنكشن في ناس برضه بتقول انها بتعدي على الكورنيا. دي بيسموها كونجنكتايفا. الكونجنكتايفا ده هي بتيجي عامله فورنكس، ايه من هو؟ اللي فوق ده بيسمى ذا سوبيريور فورنكس. واللي تحت ده هو بيسمى الانفيريور فورنكس. والبالبيبرال فيشر اللي هو ده اللي ما بين التو ابر اي ليد ولو انا قفلت عينيا الجفن بتاعي الاثنين قفلوا على بعض هيبقى الساك ده هي اسمها كونجنكتايفال ساك اللي فيها تيرز تير سيركليشن
انما الفتحه ما بين الابر اليت واللور اليت ده البالبيبرال فيشر. لو انا قفلت الجفون بتاعت الجفون ديت لو قفلت يبقى الساكن اللي في الدهي كلها اسمها in front of the eye اسمها conjunctival sac. فاهمين حاجه؟ ايوه conjunctival sac اللي فيها كتير. تمام. هبص الاقي فيه الاي لاشز. الاي لاشز ما بين السكين والميوكس ممبرين. الاي لاشز. والاي لاشز هي موجوده at the mucocutaneous junction. ممكن اثنين ثلاثه روز مش هلوم في صف واحد. لا هلاقي صفين ثلاث صفوف من الاي لاشز. الرموش. طيب في هذه الايليد في سيبيشيس جلاند وفي سويت جلاند. السيبيشيس جلاند تيجي فاتحه في الروت بتاعت الهير فوليكل بتاعت الايليد. لكن السويت جلاند بتيجي فاتحه ما بين الايه؟ الايليد. في انذر جلاند اسمها التارسال جلاند. هذه التارسال جلاند ضخمه وبتفتح ورا الاي لاشز. وهذه التارسال جلاند هي بتفرز اويلي ماتيريال. عشان تنزل اويلي ماتيريال تندمج مع التيرز عشان ما يحصلش ايفابوريشن لهذه التيرز فتجف العين. ده المين فانكشن. وبتعمل كمان هيلب الموفمنت ما بين الاي والايه؟ والجفن زي ما تكون بتعمل لوبريكيشن ما بين الموفمنت بتاعت الليد والاي وبريفنت الايفابوريشن اوف ذا تيرز. يعني لسه صعبان عليهم كمان يقعدوا مدرب لازم يتكلموا وبعدين يتكلموا ايه؟ تزامنش واحده في اللاترال وواحده ميديال وبعدين يتكلموا. طيب دكتور مش مفيش دكتور خالص معلش لا يسالني سؤال ولا يقول لي حاجه خالص اقول لكم دعوه بيا ان هي تحت اي ظرف وحتى سيمينار تتصل بيا ممنوع. عندها سيمينار ما عندهاش سيمينار محدش يتصل بيا خالص نهائي. وانا من امبارح قافل التليفون كله لغايه دلوقتي مقفول مش هفتحه عشان الحركات اللي بتعملوها في الغياب دي والهروب وفي وسط المدرب وطالعين داخلين طالعين داخلين ولا يعني ولا همهم اي في بني ادم قاعد ولا مش قاعد. وانا قايل لهم عمليه ازعاج الطلوع والدخول ومع ذلك بعدها برضه الطلوع والدخول. ليه تعملوا كده ليه؟ اللي عايز تقعد اهلا وسهلا. مش عايز تقعد من الاول ما تدخلش خالص. انما تدخل وتطلع تعمل ديستربنس ليا واللي قاعدين. ليه تعملوا كده ليه؟ اللي عايز يدخل مدرج اهلا وسهلا. مش عايز يدخل مدرج اهلا وسهلا برضه بس ما يدخلش خالص. مش يدخل وبعدين يطلع وبعدين يدخل. لا ما ينفعش الكلام ده. في 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 احترام لهذا المدرج. المدرج ده زي قلت لكم زي المسجد بالظبط. لو في صلاه الناس تدخل وتطلع واحد يسيب الصلاه ويطلع او بالظبط هو ده كده. ده بيسموها التارسال جلاند. هذه التارسال جلاند موجوده في التارسال بليت وهذا التارسال بليت عباره عن فايبرس تيشو سكن. وعامل الايه؟ السكيلتون بتاع الاي ليد. الاي ليد اهي دي الابر اي ليد. بيطلع من البون دهيت فايبرس تيشو. هذا الفايبرس تيشو بيجي نازل على الاي ليد بتاعه من البون. الديستال اند بتاعت هذا الفايبرس تيشو حصل لها سيكنينج تدخل
وتعمل سيميليونال سيك اريا، هو ده بيسموها تارسال بلين. في السكشن هيبقى هو ده التارسال بلين، وموجود في الموست بوستيريور بارت بتاع التارسال بلين. فاهمين حاجة؟ مش فاهمين. يعني ده بينزل من البون دهيت فايبرس تيشو يدخل في الايليد عشان يعمل سكيلتون، لان ما فيهاش سكيلتون. وبعدين الديستال اند بتاعته اللي نازله من البون جوه الايليد يحصل لها سيكلينج وتعمل تارسال بليد. في سوبيريور تارسال بليد وفي انفيريور تارسال بليد، زي ما هنا زي ما هنا. لكن في السوبيريور دوت في التارسال جلان، هذه التارسال جلان اللي هي بتنزل الاوليزيتيشن. هبص الاقي جوه الاي ليد هلاقي الفايبرز بتاعت اني ماسل؟ اوربيكولاريس اوربيكولاري ماسل، لانها في الاوربيتال بار في البلبيبرال بار. البلبيبرال ده ماشي جوه الجفن، ففي السكشن بتاع الاي ليد لازم الاقي مين؟ تمام. في مصل تانية في منتهى القوة، هذه المصل ده هي مصل مهمة جدا، طالعة من البوني اورب، من الروف بتاع البوني اورب، وماشية على الأرض. وبعدين هذه المصل في جراحة ماسكة في الانتيريور بارت بتاع التارسل أو التارسل بليد، وتيجي ماسكة في السكيل. بس ده في جزء منها تاني ماشي معاها، جزء منها ورايح ماسك في الابر بارت بتاع التارسال. هذه المصل ده هي سبلايد باي ذا اوكيو موتور نيرف. ودي فولانتري، لكن في المصل الحمراء دهية نون استرييت، نون استرييت، لكن الثانية استرييت انفولانتري، لكن الثانية فولانتري. سبلايد بسمباثاتيك نير، سمباثاتيك نير من سيرفايكال واحد، من سيرفايكال واحد. وهذه السمباثاتيك نير ماشية أيضا جوه مين؟ الاوكلوموتور، الاوكلوموتور نيرف هو الموتور، وسمباثاتيك فايبر دراعها للجزء ده هو ماشيه فيه جوه الاوكلوموتور نيرف. هذه المطر اسمها ليفيتور بالبيبري سوبريوريس، المصل المحترم جدا، وعباره عن تو بارت، بلانتري بارت اند انفلانتري بارت. حتى الانفلونسر باتر يسموها مصر اوف ميلر، ميلرز مصر، ميلرز. النيرف سبلاي تحت الاوكلوموتور نيرف، الاوكلوموتور نيرف سبلاي بوز اوف لانتري اند هاز السمباثاتيك فايبر اللي رايحه للانفلون. هذه المصر والتوبر المين فانكشن بتاعتها انها تعمل اوبننج للارض، تعاكس مين؟ كلاس اور ستيفن الاي، هي تفتح الاي، اوبن ذا اي، هي والفرونتاليس ماسل. لكن الفرونتاليس ماسل از مور ويكر ان ريجاردنج الايه اوبننج اوف ذا اي، لكن الليفيتور بربيبس الجلوريس هي المين اوبن. عشان كده لما بيحصل ان هذا الكلوموتور نيرف بيتعور انقطع كومبليتلي، هيحصل كومبليت توزس، خلاص مفيش حاجه هترفع العين، مفيش حاجه تفتح العين، هيحصل كومبليت توزس. عارفين توزس يعني ايه؟ يعني ادي العين اهي، المفروض ان الابر ايليد اهو واللور ايليد اهي، وادي الكورنيا زي ما قلت لكم اهي كده. لا ابص الاقي الابر ايليد مغطي ثلاث ارباع الكورنيا،
دوز يعني سقط سقط دوزز كومبليت دوزز ليه؟ لأن بوث بارتس حصل لهم باراليسيس الانفلانتري والانفلانت لأن ده سكشن في الاوكلوموتور نيرف. لكن لو حصل ان السمباثيتك بس هي اللي اتعورت وده بيحصل في سندروم اسمه هورنر سندروم عارفينه؟ ايوه اكيد شو سمعتوه في الفسيولوجي في الفسيولوجي هورنر سندروم. هورنر سندروم ده بيأفكت السمباثيتك اللي طلع من السيرفايكال 1 فعشان كده هيحصل باريسيس لمين؟ للانفلانتري بارت هيحصل توزس بس التوزس مش هيبقى كومبليت. هبص الاقي باش الاقي مقفوله بس مقفوله شويه مش مقفوله جامد يعني. ده اللي بيسموه بارشيال توزس. يبقى في الهورنر سندروم بارشيال توزس توزس. لكن لو كومبليت انجري ليه؟ الاوكلوموتور نير كومبليت توزس. لان الاوكلوموتور نيرف ات كونتين سيمباثيتك فايبر سبلاين ذا انفلانتري بارت اوف ذا ليبيتال كابيلاريز اوف يور سبان. من المصلة المحترمه المهمه جدا اللي هي ليبيتال كابيلاريز. ما عملتش قبل الدكتوره مجنين. مش كل مره عندكم مهمه مش كل مره حراميه ومهمه بس انا محترمه جدا يعني ما بتقولش حاجه. لو انا كنت صدقت الدنيا ولميت عليكم الناس تاخدوا المحاضرة بتاعتنا تاخدوا الوقت لكن هي طيبة فاحنا نمشي عشان هي طيبة. ناس طيبين جدا جدا على فكرة.